عليكم. أنا زميلتكم رشا الخطاطبة من كلية الصيدلة بجامعة اليرموك، مكملة معكم شرح مادة البيو لهذا الفصل. طبعا بهذا الفيديو حنشرح موضوع أو chapter من Brain Structure and Function. هلأ في chapters الماضيين حكينا أول chapter 5 حكينا عن الماكرومولكيولز وشكلها، حكينا عن الكربوهيدرات والبروتينات والليبيدز والنيكليك أسيدز، تمام؟ دمجناهم سوا، وهدول الماكرومولكيول جمعناهم وحاولنا نعمل سيلر ليفل خلية، تمام؟ فالخلية أخذنا فيها دورة ولفينا حوالين الخلية ومشينا بشابتر 2 of the cell. فهذا الشابتر حنركز على إشي مهم في الخلية اللي هو الممبرين، السيلر ممبرين، تمام؟ أو البلازما ممبرين. أوكي، إحنا هون حنركز على هاد الممبرين وحنتعرف على التفاصيل المهمة في هذا الشابتر. يلا let's go. بسم الله. طبعا احنا هون حندرس عن اهمية الغشاء البلازمي اللي هو البلازما ممبرين، يعني هدول الاوتلاينز اللي حنطلع منهم. البلازما ممبرين حنشوف دوره في فصل الخلية عن المحيط الخارجي، حنشوف انه هذا البلازما ممبرين كيف حيشتغل زي الحارس. هذا الحارس حيسمح بدخول بعض المواد وفي بعض المواد لا. اوكي، the plasma membrane is the boundary that separates the living cells from its surroundings. الفكرة هون بحكي لنا انه الغشاء البلازمي هو زي المحيط، هذا المحيط بيحمي لي او بيفصل لي المكونات اللي جوات الخلية عن الوسط الخارجي. اكيد هسا احنا لولا البيت، لولا الجدران، احنا كان ما انفصلنا عن دار جيراننا او كان ما انفصلنا عن الشارع، صح ولا لا؟ فهون الخلية لها بلازما ممبرين لان هي مش طاعة وقائمة، هي في لها مكونات وهي المكونات حابه تفصلها عن الوسط الخارجي، وهيك ارادة الله عز وجل. The plasma membrane exhibits selective permeability. عند البلازما ممبرين اشي مهم جدا جدا، خاصية كثير مهمة، حتزهقوها في الصيدلة او في الطب، حتزهقوها، اللي هي selective permeability. تمام، هسا هاي الخاصية هاي زي الحارس، هذا الحارس حيسمح بدخول بعض المواد وبعض المواد لا، حيسمح بخروج بعض المواد وبعض المواد لا، زي الحارس. معك الكريدت؟ اوكي يلا ادخل، ليتس جو. ما معك هاي الخصائص، خلاص فش تدخل. اوكي، transport proteins are often responsible for controlling passage across cellular membranes. في عنا زي الباصات او زي البوابات، هذول البوابات موجودين على السيلولر ميمبرين. شو اسمهم؟ اسمهم transport proteins. تتذكروا بالبروتينات اخذنا نوع الترانسبورت بروتين، صح؟ هدول الترانسبورت بروتين شو بيعملوا يا حذركم؟ هدول بيسمحوا لبعض المواد تدخل للخلية وتطلع، تدخل وتطلع زي هيك. يعني هو، يعني هو الحارس الصح، وبرضه البلازما ممبرين عنده مبدأ السلكتيفيتي، يعني بيسمح وما بيسمح. اوكي اوكي، هلا السيلولر ممبرين هو عبارة عن فلويد موزايكس of lipids and proteins. هاي نظرية، وهاي النظرية حكت لنا انه السيلولر ميمبرين، الغشاء البلازمي، هو عبارة عن شو؟ هو عبارة عن amphibathic double bilayer من الفوسفوليبيدز، تمام؟ تتذكروا اخذناه في chapter 5 حكينا انه انا في عندي الليبيدز، تمام؟ ومن انواع الليبيدز هدول عندي فوسفوليبيدز، صح؟ حكينا الفوسفوليبيدز بيعملوا زي الساندويش، هاي الساندويش الطبقة. كويت ارسم لكم اياها. انا كنا حكينا انا عندي هاي الطبقة، هاي الطبقة عندي هيد وعندي تيل، عندي تيل عندي هيد. هاي محبة للمي وهاي تكره المي. الهيد is hydrophilic، التيلز is شو؟ lipophilic، عشان هيك بعد عن المي. وجبنا طبقة من تحت من الفوسفوليبيد عشان شو يا جماعة؟ عشان ما نخلي هذا التيل يتعرض للمي، هذا التيل بده اياه يتعرض للوسط اللي بحبه، اللي هو شو؟ lipophilic، زي الساندويش. هاي الساندويش فيها منها من برا الكفر، من برا بحب المي، اللي من جوا ايش؟ ما بحب المي، او زي الكيكة. اوكي. طبعا اكثر اشي طبعا هذا اجاكم سؤال في الكويز، اكثر اشي موجود في البلازما ممبرين
الخلايا اللي هو الفوسفوليبيد the most abundant lipid in the plasma membrane. يعني في عندنا لبيدات تانية بس الفوسفوليبيد هو الأساس. تمام؟ الفوسفوليبيد تعرفنا عليه وحكينا هو عبارة عن amphibathic. طبعا هاي كلمة مهمة دائما بتيجي سؤال. الامفيباثيك يعني هذا الامفيباثيك يعني الفوسفوليبيد ملعب. شو يعني ملعب؟ يعني جزء منه بيحب المي وجزء منه بيكره المي. هذا اللي بيكره مي المي بيحب الليبيد يعني بيحب شغلتين. تمام تمام. فالهيدروفوبيك تيلز يعني الذيول هذول بيكرهوا المي فهم شو بنسميهم لايبوفيليك بيكونوا انسايد ذا ممبرين بات الهيدز بيكونوا هيدروفيليك. هيدروفيليك يعني متطلعين على المي بيحبوا المي exposed to water. ركزوا عليها مظبوط. in other side okay okay طلعوا كيف had الهيدروفيليك head had hydrophobic tails okay had باتجاه المي exposed to water had embedded inside the membrane. تمام تمام لهون حلو 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 صح متأكد انه حلو. most أكثر إشي متوافر جوات الخلية إيش؟ بلازما مبرين اللي هو الفوسفوليبيدز type of lipids. هذا الليبيد ماله يا جماعة؟ حكينا إنه هو amphibathic يعني ملعب يعني بيحب المي إله جزء بيحب المي وجزء بيكره المي. هذا اللي بيكره المي اسمه lipophilic يعني بيحب الدهون. ترارا الفلويد موزايك موديل هذا بحكي لنا انه احنا لو نطلع من بعيد على البلازما مبرين حنحسه زي الفسيفساء. كيف يعني زي الفسيفساء؟ حنلاقي في عندي الفوسفوليبيدز البايلاير هدول وحنلاقي بهدول الفوسفوليبيدز عندي بروتينات. تمام هيك عطيتهم منظر حلو. هدول البروتينات حكينا شو مالهم. هدول البروتينات حكينا انهم بيشتغلوا ككارير بيسمحوا لبعض المواد تدخل وبعض المواد لا. تمام وبرضه البلازما ممبرين فيه رح نتعرف كمان شوي انه في عادي ممكن مواد تدخل من هون عادي بس هدول المواد لهم صفات وخصائص اللي هم خلينا نسبق هيدروفوبيك يعني لايك ديزولف لايك حتزهقوها في الاورجانيك. يعني هسه احنا لما نحط اشي مي تمام لو نحط عليها زيت بتذوب؟ لا. طيب لو بنحط عصير وهذا العصير هو اصله مي بنخلطه بتجانسوا سوا يا بالضبط اوف كورس هم بينخلطوا بتجانسوا سوا. هون نفس الشيء في عندي مواد راح تمر من خلال البلازما ممبرين ومش بحاجه للبروتينات. هذول لها ثلاث خصائص ثلاثه سمول انف بودر اوكي. هذول الخصائص قاعد بتذكرهم خاصيتين او ثلاثه خلينا هسا انا متذكرة تنتين اللي هما نون بولر او شو لايبوفيليك تمام. هاي اول خاصية. تاني خاصية اللي هي ايش؟ اللي هي تكون small enough صغيرة تقدر تمر من هون صغيرة تقدر تمر من هون. تمام تمام. يعني اجيب لكم اياها علينا في الصيدلة. في الصيدلة لما نخترع ادوية هاي الأدوية هتمشي يا من هون يا من هون. تمام يا من هون يا من الكاريرز يا من هون. حلو حلو. هسه هدول الأدوية لحتى يمروا من هون لازم يكون حجمهم صغير ولازم يكونوا لايبوفيليك. فإذا كانوا إلهم هاي الخصائص حيقدروا يعبروا. تمام وهيك بنكون إلهم برميابيليتي جود الجود. طبعا البروتينات مش موزعة بشكل عشوائي هيك قطعة وقايمة لا ومش موزعة لأنه هبد وما هبد وبصر شو لا 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 يا جماعة موزعة بطريقة منتظمة وهاي الطريقة مدروسة صح اوكي not randomly distributed in the membrane. طلعوا زي المزيك زي الفسيفساء lipid bilayer بروتينات. هاي البروتينات هيك وهيك طبعا في عندي كربوهيدرات برضو بس الكربوهيدرات موجودة بكمية كثيرة صغيرة مش زي الفوسفوليبيدز. تمام تمام اوكي the fluidity of membranes طبعا
الممبرين هاد يا برأيكم ممكن هيك يخطر على بالكم رشا، هسه هاد الممبرين سائل كثير ولا صلب كثير؟ طب ايش العوامل اللي بتحكم بهذا الموضوع يا جماعة؟ الممبرينز are held together mainly by weak hydrophobic interaction. يعني هسه بما انه عندي التيلز non-polar، يعني شو الروابط راح تكون؟ hydrophobic interaction يعني روابط لشغلتين بيكرهوا الماء، hydrophobic phobic يعني فوبيا بيكره interactions. تمام فبحكي لنا انه اول اشي طبعا هاي الروابط زي هيك، يعني هو مش سائل ولا صلب كثير كثير كثير، تمام يعني وسط، خير الامور اوسطها. طبعا الماست اوف ليبيد وسم بروتينات شو بيسووا كيف بينتقلوا؟ بينتقلوا سلايد سايد اويز، يعني هيك هيك مش هيك فليب فلوب فليب فلوب فليب فلوب، لا هاي بطيئة كثير، هاي أسرع سايد اويز. ريلي الليبيد مي فليب فلوب اكروس ذا ميمبرين، والله ماني قطع وحتى والله ما انتبهت على الحكي يا جماعة، هيك المهم ما بينتقلوا، لانه عدت البيو مليون مره بحياتي وانا بشرحها. اوكي ما بتنتقل فليب فلوب اكروس ذا ميمبرين، تمام؟ يعني هسه انا عندي ساندويش، هاي الساندويش ايش اسهل؟ ننتقل على السايد هاد وهيك انت بشارع، اي اسهل؟ ظلك ماشي هيك 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 هيك، ولا تروح تقطع الشارع وتنزل وبلكي في سياره اجت داسك لا سمح الله؟ هاي أصعب الفليب فلوب، فعشان هيك هي أبطأ ونادراً ما تحدث ريلي. تمام فشوفوا كيف هو عبارة عن سايد اواي موفمنت، يعني لاترال، يعني شو يعني تحدث كثير. طلعوا قديش وقت؟ 10^7 أوكي، يعني 10^7 بالثانية، متخيلين كيف؟ أما هون مرة بالشهر فليب فلوب، مرة بالشهر. ركزولي على ايش؟ على الوقت، ومين ريلي ومين موست كومن. موست كومن يعني منتشر كثير، اما لما تيجي الدكتورة تحكي لكم في الامتحان always او always، تمام؟ لو تحكي لكم هيك all of his all of his fluids they movement lateral all true or false، لانه في منهم ينتقلوا فليب فلوب بس طبعا كثير سلو او رير، اوكي؟ يعني 99% بينتقلوا سايد اواي، 1% بينتقلوا فليب فلوب وبالشهر مرة. يلا اللي بعده. هون بحكي لنا ايش؟ بحكي لنا انه طبعا هل البروتينات ممكن تتحرك ولا لا؟ اوكي انه البروتينات الفكرة انه هي ما بتتحرك من غشاء لتاني، زي ما صارت الفوسفوليبيدز كانت من هون لهون تحركت، لا ما بتتحرك هيك 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 هيك، ما بتتحرك صح؟ بتضلها ثابتة، ممكن تتحرك بس سايد اواي، ماشي؟ يعني الفليب فلوب خاصية منتشرة للبروتين، لا الفوسفوليبيد. اوكي رح نحكي هسا عن الفلويديتي اوف ميمبرينز. طيب هسا هنحكي عن العوامل اللي بتتحكم لي انه هذا الميمبرين سوليد كثير ولا ليكويد كثير، يعني سوليد صلب ولا سائل كثير ولا وسط، وشو هم العوامل. هسا لما تكون درجة الحرارة باردة عندك زيت، طيب والزيت صح بالشتوي شو بصير؟ احنا بجو شتوي هسا، الزيت هذا لما نحطه في cold temperature او في درجة حرارة باردة حينتقل switch from fluid state to solid state، يعني من سائل او ليكويد لا سوليد لصلب، تمام؟ يعني بجمد العامية. اوكي the temperature at which a membrane solidifies depends on that type of fluid. طبعا مش كل انواع الدهون ها بترد، يعني مثلا السمنة بيختلف عن الزيت، السمنة دائما سوليد دائما سوليد دائما سوليد، but الاويل مثلا ها نوع من انواع الليبيد بس ما بيرد كثير على التمبريتشر، تمام؟ membranes rich in unsaturated fatty acid
are more fluid than those rich in saturated fatty acids. الفكرة إنه أغلب الممبرين فيها unsaturated fatty acid أكثر من saturated fatty acid. الunsaturated هدول حلوين بسيطين خفيفين لطيفين مش سلد وهيك. الساتوريتد هدول سوري. الممبرينز must be fluid to work هسا الممبرينز شوي بس برجع اكمل. الممبرينز must be fluid to work properly. Membranes are usually about as fluid as an oil. الفكرة هون بحكي لنا انه حتى الممبرين يشتغل مثل العالم والناس ويكون كثير سفاح كثير 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 لازم يكون في فلويد تمام مثل زيت الزيتون. اوكي ليش انا بدي هيك؟ عشان يكون يشتغل شغله صحيح في تمرير بعض المواد وبعض المواد لا. تخيلين معي؟ اوكي. The fluidity of membrane. في عنا ايش؟ في عنا اشي اسمه الكوليسترول. تمام؟ هسا الكوليسترول بيجي هيك. رح افرجيكم اياها. ويت. هاي الكوليسترول. بيجي بين الفوسفوليبيد. اوكي؟ الكوليسترول له افكت كثير مهم على الفلويديتي للانيمال سيلز تمام على مختلف درجات الحراره. هسه بالوارم تمبريتشر شو بيعمل؟ بيعمل مقاومه للموفمنت للفوسفوليبيد تمام يعني لو الفوسفوليبيد بدها تتحرك هيك وهيك وهيك عشان تجمد رح يقاوم يحكي لا فيش تجمدي لانه احنا بدنا اياك تضلك هيك لزجه تمام هيك سائله. متخيلين معي زي زيت الزيتون؟ اوكي فعشان شو؟ عشان ايش؟ انه شوي وارم تمبريتشر دوش حرارة باردة. الله يهديني احنا يا جماعة اسمعوا انسوا الهبد اللي هبدتوا طلعوا علي. انا في عندي فلويد باي لاير تمام وفي عندي كوليسترول. هذا الكوليسترول جاي بين الفوسفوليبيد هذول جاي بين الفوسفوليبيد. طيب هسه انا هذا الكوليسترول ماله هسه لما تكون درجه الحراره حاميه اوكي رح يمنع الحركه للفوسفوليبيد لانه انتم عارفين لما يكون واحد سائل اشي سائل كثير حيتحرك اوكي وحيخرب الدنيا. احنا بدناش هالحركه الواو احنا بدنا حركه لطيفه خفيفه سلايد اواي اوكي. But in cool temperature برضو حيشتغل الكوليسترول. شو حيسوي؟ حيحاول يخلي الفلويديتي موجودة تمام؟ بس هاي الفلويديتي موجودة بس ما بدنا اياها تكون solid by preventing tight packing. اوكي يعني انا في عندي هون شو؟ عندي unsaturated تمام؟ هسا لما تكون في ايش؟ لما تكون في عنا ما يكون في عنا كوليسترول حيتلزقوا مع بعضهم البعض ويهرب الدنيا ويخرب الدنيا وزي هيك. فبيجي الكوليسترول شو بيسوي بيخلي بيمنع البريفنت تايت باكينج. اوكي آلية تطور مكونات الغشاء البلازمي. Variations in lipid composition of cell membranes of many species appear to be adaptation to specific environmental conditions. هذا اختلاف مكونات الغشاء البلازمي خصوصا انواع الدهون في مختلف اصناف الكائنات الحيه. هذا الاشي بيظهر نتيجه التكيف للظروف البيئيه تمام. فلما يتغير الليبيد كومبوزيشن عندي نتيجه لدرجه الحراره اوكي هون انا شو صار عندي؟ صار عندي كائنات حية جديدة تمام؟ وهي الكائنات الحية الجديدة طلعت لي على اختلاف درجات الحرارة اوكي؟ او مثلا مكونات جديدة او مثلا خلايا جديدة اشكال خلايا جديدة وهيك يعني تمام membrane proteins and their function. هسا حنحكي عن ايش؟ عن البروتينات اللي موجودة جوات الممبرين وحنحكي عن الفانكشن تبعها. طبعا دايما هيك تتحكم الفانكشن تبعت البروتينات دايما يا حرام.
لازم تحفظوهم. بس هون لا، لطيفين شوي، خفيفين لطيفين، مش نفس شابتر 5. اوكي، حكينا انه المزيك موديل، حكينا انه عندنا فوسفوليبيد باي لاير، وهاي الفوسفوليبيد باي لاير شو حكينا مالها؟ حكينا انه في عندنا بروتينات، هدول البروتينات موجودين بالفوسفوليبيد باي لاير، تمام. اوكي، والفوسفوليبيد هم المين فابريك اوف ذا ميمبرين، تمام، يعني هو اللي بيشكل الغالبيه القصوى في الميمبرين، تمام. والبروتينات هي اللي بتحدد الفانكشن تبع الميمبرين هذا. اوكي، يعني احكي لي من انت عند شوي، خلينا نتفلسف، احكي لي مين عندك من بروتينات هلا حتى احدد وظيفتك يا كبير. كيف بس فلسفه كبيره سفاها. اوكي، هلا البروتينات رح نقسمهم، رح نكون عندنا peripheral proteins وفي عندنا integral proteins. هدول peripheral proteins جايين على السطح bound to the surface of membrane، جايين هيك مرتبطين على السطح، تمام. والintegral protein هدول هيك عابرين السطح كامل هيك. هسا اللي على السطح مباشرة هدول بنسميهم peripheral، أما اللي بندمجوا اسمهم integral، تمام. integral proteins that's why the membrane are called transmembrane proteins. اوكي، هسا الانتجرال بروتين شو مالهم؟ عندهم هيدروفوبيك ريجنز. طبعا هاي الهيدروفوبيك ريجنز شو مالها؟ بتتكون اكثر اشي من نون بولر امينو اسيد، وبكونوا بالعاده على شكل الفا هيليكس، تمام. هسا الانتجرال بروتين طبعا امفيباثيك زي الفوسفوليبيد، من برا هيك الجزء البران هيك بحب المي، والجزء اللي جوا هاد بكره المي، وبيكون امبيدد يعني ملزق هيك جوا البلازما ممبرين. وبالعاده البروتينات حكينا شو مكون البروتينات؟ هم عباره عن امينو اسيدز، تمام، وهذول الامينو اسيدز نون بولر. فالانتجرال بروتين هم البروتينات المخترقه، اما البريفيرال بروتينز اللي هم البروتينات الطرفيه. بالنسبة للمبرين بروتينز، هدول البروتينات موجودين في البلازما ممبرين، تمام. في عنا أول إشي عنا الترانسبورت والنقل، الإنزيماتيك أكتيفيتي اللي هو النشاط الإنزيمي، عنا السيجنال ترانسدكشن رسالة الإشارات وهيكا، سلسل ريكوجنيشن إنه هون تعرف الخلايا سوا، الانترسيلر جوينينج إنه الترابط بين الخلايا سوا بيناتهم وهيكا، وفي عنا الاتاتشمنت مع ال ESM ECM. اوكي، هاي شكل كل واحدة مهم، وشو بتعمل؟ مثلا الترانسبورت هيك شكلها، الانزيماتيك اكتيفيتي هيك شكلها، السيجنال ترانسدكشن هيك شكلها، وزي هيك، تمام. طبعا الكربوهيدرات عندنا هو اشي موجود برضو بالبلازما ممبرين. طبعا هذا الكربوهيدرات شو بيعمل؟ زي العلم، تمام، هذا العلم بيميز الخلية. اوكي، فهذا الكربوهيدرات بالعاده بيرتبط مع ايش؟ الليبيد، تمام، فبيعمل لك جلايكوليبيد، او ممكن يرتبط مع البروتينات فاسمه جلايكوبروتين. طبعا انا بس اتعرف على الخليه، كيف بتعرف عليها؟ بتعرف عليها من خلال الكربوهيدرات، تمام. طب كيف بدي اتعرف على وظيفتها؟ من خلال يعني وظيفه البلازما ممبرين، من خلال البروتينات. اوكي، طبعا احنا استفدنا من هذا الاشي في المناعه. اوكي، هسا انا في عندي ايش؟ مرض الايدز. هسا مرض الايدز لحتى يهاجم الخلية، الفيروس تبع الايدز حتى يهاجم الخلية لازم يكون عندنا شغلتين، CD4 و CCR5، تمام. ففيروس الايدز مستحيل 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 يهجم على خلية الا عليها CCR5. اوكي، فانا كفارماسيست كصيدلاني لحتى لما اخترع ادوية شو بعمل بهاي الادوية؟ بعمل ماسكينج، يعني بخفي CCR5، فلما يلف الفيروس تبع الايدز وما يلاقي CCR5 ما راح يهاجم الخلية، سو حضل الخلية في وضع طبيعي، تمام. synthesis. هلا الmembrane structure results in selective permeability راح نحكي عنه بالبارت الثاني إن شاء الله.
ما تنسوني من دعواتكم، انا زميلتكم رشا الخطاطبه من كليه الصيد الجامعة اليرموك. لايك شير سبسكرايب عشان اكون فيموس. يا yeah.